السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تجرب برامج اوتو ديسك اللي لسه ما نزلتش او الادوات اللي لسه ما نزلتش، فده موقع اسمه feedback.autodesk.com، بقول له لوج ان. او لو انت اول مرة ممكن تعمل كرييت اكونت، فبيبدأ يقول لك ايه المشاريع اللي انت ممكن تشارك في تجربتها وتديهم فيدباك، ولما لو فيدباك من عندك كويس بيبقى ليك امتيازات اكتر ويبداوا يتعاونوا معاك اكتر. وده على فكره في اغلب الشركات، ممكن مثلا تقول له انا عايز اجرب والله الامكانيات بتاعت الديسك الانفراستراكشر اللي هتنزل الاصدارات اللي جايه، فبيقول لك بقى في هاي السيف 3 دي والانفراستراكشر، وتقول له جوين از عمر سليم، فبيبدا يديك الملف تجربه وتديهم فيدباك. طيب هقول له بقى الايميل بتاعي واقول له اي اجري، فبيقول لي خلاص انت كده مسجل ان انت بتصلح او بتعدل او ليك الحق في تجربه الحاجات، فبيديني هو الملف اهوت دي دبليو جي ميجريت فور دوكيومنتس سيف، وتبدا تسطبه. ويبقى عندك الميزه اللي لسه هتنزل في الاصدارات اللي جايه، ويبقى عندك كومنتات في حاجات كتير كانت روعه وللاسف ما نزلتش اصلا في الاصدارات اللي بعد كده، كانوا حاطينها تجربه وهكذا كانت عجبتني جدا بس للاسف ما نزلتش. وفي حاجات بتبقى انت فعلا بتجربها وتدي في الناس تدي فيدباك كويس فتنزل في الاصدارات الجديده.